بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم. الحقيقة أنا يسعدني ويشرفني إن أنا أتكلم عن حاجة كبيرة جدا عندي وعند ناس كتير قوي قوي، اللي هو الاي سي سي. الاي سي انستيتيوت هو هيستوري طويل، بقاله أكتر من 20 سنة. الحقيقة الحمد لله من فضل الله هو مكان سباق بفكرة التخصص الشديد. يمكن قبل ما الاي سي سي يتعمل، فكره ان يبقى في مكان او مستشفى متخصصه جدا بتعالج تخصص بعينه من تخصصات الطب، الفكر ده ما كانش موجود، وكانت هي كلها مستشفيات بنسميها جنرال هوسبيتال. لكن الاي سي سي كان اول مكان سباق، يمكن في اسكندريه او ايفن حتى في مصر كلها، يبقى مستشفى لتخصص معين بعينه، وهو تخصص مرض القلب. الحقيقة بعد ما الاي سي سي اتعمل، بدأت التخصصات الأخرى سواء في العيون أو الكلى أو يعني العظم، يبقى في مستشفى بعينها بتعالج تخصص بعينه. وده طبعا ليه دور كبير جدا إن المجتمع بتاعنا والمرضى بتوعنا يبقى عنده سهولة شديدة جدا يوم ما بيحصل له مشاكل صحية ليها علاقة بمرض القلب، أزمات قلبية، هبوط في العضلة، مشاكل في دقة القلب، واتيفر كان المشكلة إيه، بيلاقي مكان يقدر يروحه بسرعة ويتوجه إليه، ويبقى المكان ده بنسميه تيرشري كير هوسبيتال. وكل التخصصات الأخرى اللي عندها مشاكل ليها علاقة بالقلب تقدر تبعت ليها العيان وهي مطمئنة إن التخصص ده هيبقى متغطي بجميع جوانبه، سواء بالأجهزة المتخصصة، الخبرات الأساتذة اللي شغالين في المكان، الانفراستراكشر بتاعت المكان. الاي سي سي مش بس مستشفى، هو يعني أنا بعتبره نوع من أنواع يعني حالة النجاح المستمرة. الايم بتاع الاي سي سي هو تقديم أفضل خدمة طبية ليها علاقة بمرض القلب للمريض. الحمد لله من فضل الله احنا بقالنا اكتر من 20 سنة. لما بنعمل اي مؤتمر عالمي وبنحتك فيه بخبرات اخرى مع تخصصات القلب في اي دولة في العالم، سواء في امريكا او اوروبا او حتى في الميدل ايست، والناس الخبراء دول بيجوا عندنا او احنا بنروح عندهم، الكواليتي بتاعة الخدمة الطبية اللي ليها علاقة بمرض القلب لا تقل عن اكبر مستشفى موجودة بره مصر. والفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا بنحاول دايما نابديت سواء النولج او المعلومات الطبيه اللي ليها علاقه بالتخصص، الاجهزه الطبيه اللي موجوده اللي بتعالج المريض على احسن مستوى، الطاقم الطبي اللي بيتعامل مش بس الدكتور، انا بتكلم على التمريض، بتكلم على المعمل، بتكلم على الايمجين، كل التخصصات دي بتشتغل ان هارموني. الاي سي سي ليه رساله كبيره وواضحه، هو تقديم الخدمه الطبيه على اكمل وجه، وده بيبدأ من أول العامل البسيط اللي واقف على باب المستشفى بيهتم بالنظافة بتاعة المكان، رجل الأمن اللي بيهتم بنظام المكان، المسعف اللي بيتعامل مع المريض سواء عربية الإسعاف، الدكتور اللي قاعد في الطوارئ، الدكتور اللي قاعد جوه أوضة القسطرة، العناية، الناس دي كلها بتشتغل بمنظومة وفيها زي ما بنقول كده كود أوف إيثكس، بيورث جيل ورا جيل، الناس كلها بتحب بعض، الناس كلها مهتمية جدا 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 إنها تقدم أحسن خدمة طبية. مش بس بقى الخدمة الطبية دي، تاني حاجة مهمة اللي هي العلم، وفكرة ان انا العلم ما يكونش حكر على حد، ده رسالة سامية للاي سي سي، ان احنا بنحاول من اول يوم نعلم ابنائنا واخواتنا الاصغر منا في التخصص جوه المستشفى. الدكتور اللي بيخش المكان هنا هو بيبتدي يشتغل جوه الاي سي سي، بينسى اللي فات وبيبدأ من اول وجديد بفورمات جديد وبسيستم جديد بينعكس عليه في اسلوب حياته حتى الشخصيه. لو عمل بيزنس اخر، سافر بره مصر، راح مكان اخر، بيشتغل وبينقل الخبره بتاعته وبيكون سفير للاي سي سي في هذا المكان. طبعا بنعمل زي ما انتم عارفين ورك شوب جوه المستشفى على فترات متقاربه، سواء للدكاتره المصريين او حتى دكاتره من خارج القطر المصري، بيجوا لنا ناس من السودان، ناس من افريقيا، ناس من ميدل ايست، بتتعلم وبنقدم لهم كل التسهيلات الممكنه عشان الناس دي تبقى ابديتد. حضراتكم حضرتوا معانا كتير جدا مؤتمرات بنعملها دائما ابدا عشان ننقل بيها التخصص وننقل بيها الخبرات بتاعتنا او ما توصل اليه العلم لاخر لحظه لحضراتكم في ابسط واسهل الطرق. اي مؤتمر طبي عالمي بنحضره بنحاول ان احنا بعد المؤتمر ده نجمع احدث الاستاديز والترايلز اللي اتعملت، اخر جايد لاينز اتقدمت، بحيث يبقى كل الناس اللي عندها فرصه تحضر هذا الميتنج كانها سافرت وحضرت بره مصر
وشافت كل الابديتس اللي موجوده. اتمنى من حضراتكم دايما تحضروا الميتينجز بتاعتنا ديت عشان يبقى كل المجتمع السكندري او ايفن حتى في مصر الناس تبقى ابديتد. المعلومة الطبية كلنا بنتكلم بيها بلغة واحدة، لما بنقول كلمة ترم معين، انستراكشن معينة، اسلوب علاج معين، الناس كلها بتأدوبت نفس الفكرة، وده النجاح اللي بينعكس على يعني الخدمة الطبية اللي بتقدم في الآخر، اللي هي غرض ان العيان بتاعنا ربنا يشفيه ويبقى على احسن حال واحسن صحة. اتمنى ان اشوفكم ان شاء الله تعالى في الاي سي انستيتيوت القادم، تشرفونا وتنورونا وتحتكوا بينا، ويبقى كل واحد بيقدم اسئلته وبيسال وبيستوضح، ولو عنده كيسز محتاج انه يناقشها احنا مش هنتاخر، بالعكس دي حاجه تسعدنا وتشرفنا ان حضراتكم تكونوا موجودين. وان شاء الله نلتقي على خير ونشوفكم في احسن صحه واحسن حال. شكرا جزيلا.